مساء الخير مشاهدي جريدة وقناة أحوا إسبريس الإلكترونية في نشرية خاصة لنهار يوم الخميس، حين نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له اليوم الخميس من موجة حر قد تبلغ 50 درجة مئوية محليا على بعض الولايات الجنوبية من الوطن وستستمر إلى غاية الأحد المقبل. هذا وتخص النشرية التي صنفت في درجة يقظة برتقالي كلا من ولايات برج باجي مختار، أذرار، تميمون وعين صالح، حيث من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة القصوى ما بين 48 و49 درجة وقد تصل محليا إلى 50 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 34 و39 درجة، وذلك بداية من يوم غد الجمعة وستستمر لغاية الأحد المقبل. هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى طي ورقة الطقس في أمان الله.